مش كل المنتجات اللي شفناها في مصنع الإلكترونيات هي منتجات ستاندرد أو ستامبا كده بالعامي أو باللغة البسيطة. وأنا بمشي بتجول في المصنع شفت مجموعة كده من المنتجات أو لقيت قسم كده مختلف، في منتجات مش شبه بعض، منتجات فريدة مختلفة. فلما سألت قالوا لنا هنا المسؤولين في مصنع الإلكترونيات إن المنتجات اللي بتخرج من الجزء ده هي منتجات بدأت بمجرد فكرة، فكرة لشباب جامعات، فكرة لمبتكرين مبدعين في بداية حياتهم. المصنع هنا تولى تحويل هذه الأفكار إلى منتجات حقيقية ومنتجات مصنعة ومنتجة بالكامل، من فكرة إلى منتج. وهنا بقى يجي دور قسم البحوث والتطوير وقسم التصميم اللي هتكلمنا عن تفاصيل أكتر عنه وعن المنتجات اللي خرجت من القسم ده الدكتورة ريم إبراهيم، وهي مدير عام البحوث والتطوير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. إحنا هنا في منتجات مختلفة بنعمل على محورين. المحور الأول هو دعم الشباب الواعد اللي عنده أفكار مبتكرة واللي ممكن من خلال الإمكانيات التكنولوجية والبحثية في مصنع الإلكترونيات نحولها لمنتج صناعي أو المنتجات الخاصة بالمصنع أو اللي خاصة بالبحوث المصنع الذاتية. هنبتدي دلوقتي بالأفكار الخاصة بالمبتكرين. الكرسي المتحرك عندنا إمكانيات، إحنا بنصنع الجزء الإلكتروني الخاص به مع المبتكر بحيث إن إحنا نقدر نضيف إليه إمكانيات، يعني هو بيتحرك حركة عادية بالجويستيك الأمام والخلف، أضفنا عليه حركة الرأس بحيث إن هو من خلال خوذة معينة يقدر يتحرك قدام يمين يسار وهكذا. يعني الشخص اللي قاعد على الكرسي بيلبس خوذة، من خلال الخوذة دي بيحرك الكرسي يمين وشمال. تمام. في تكنولوجيا حديثة ضفناها اللي هي إشارات المخ، إن هو بيبتدي من خلال إشارات المخ قبل ما يقول أو يعمل بإيديه أي حركة أو بحركة الرأس يبتدي إن هو ياخد الأكشن، ودي اللي شغالين فيها حاليا. دي تكنولوجيا تعتبر حديثة وإحنا بنتبناها حاليا. اللي وراه بقى ده سرير للمستشفيات، تعالي نتحرك ونشوف برضو مع بعض. هو حضرتك هو السرير الطبي هو بيتحرك من خلال الريموت كنترول، بس ده بيبقى صعب طبعا على الناس اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هي حالتها صعبة. فبيتم من خلال احنا عملنا جهاز الكتروني صوتي بحيث ان هو من خلاله بيحدد المود اوف اوبريشن وهو عاوز يشتغل دلوقتي، ده نظام النوم، المود بتاع النوم، او ان انا اتحرك اب او داون بحيث ان انا اقدر اسهل على المريض ان هو ياخد اكشن بايديه. يعني احنا شفنا مع حضرتك الكرسي المستشفى، وشفنا كمان الكرسي بقى سرير المستشفى والكرسي بتاع الحركة اللي برضو بتتوقف حركته على شدة الإعاقة، وده كله مهم جدا. الجزء القادم هو الألم التاكت، واحنا حتى قفلنا شوية الإضاءة في المكان عشان نقدر نشوف الألم ده بيشتغل ازاي، فلو تشرح لنا. هو جهاز تاكت يا فندم تم التعاون مع احد المبتكرين ان هو بيحول اي سطحة حائط او غيره او تلفزيون الى شاشه تفاعليه بقدر من خلالها ان انا اقدر اشرح عليها مجموعه التجارب المختلفه او اوصل المسج اللي انا عاملاه. اللي هو ده الالم ده، ده عباره عن الالم الالكتروني ده محطوط فيه السنسور الخاص بيه ومحطوط فيه الدوائر الالكترونيه الخاصه بيه وده مصمم عندنا هنا في مصنع الالكترونيات. بيتم من خلال الالم التفاعل مع البروجيكتور والجهاز تاكت نفسه. الجهاز اللي في السقف ده، الجهاز اللي في السقف لازم يكون الالم بالظبط الايند مع الجهاز اللي في السقف عشان اقدر اشايفه عشان اقدر إن أنا أشرح الفكرة. أستاذن حضراتكم المهندسة رغدة تشرح لنا الفرق ما بين الشاشة التفاعلية وجهاز تاكت. واحد من أهم المنتجات الخاصة بمصنع إلكترونيات أمام حضراتكم وهي الشاشة التفاعلية. الشاشة التفاعلية طبعا حلت معايا أزمات كثيرة جدا في فترة الكوفيد 19 في إن أنا أقدر إن أنا أعمل فصول أونلاين وفصول أوفلاين مع الطلاب. كمان هي بتتميز بإنها بتدعم نظام الأندرويد ونظام الويندوز. زي ما احنا شايفين أمام حضراتكم، أنا لو عندي مثلا محاضرة عن في مادة العلوم عن تشريح جسم الإنسان، بقدر إن أنا أوصل للطلبة جسم الإنسان بطريقة تفصيلية تساعد على توصيل المعلومة للطلاب. الشاشة دي تم إنتاجها بتعاون مشترك ما بين مصنع الإلكترونيات وإحدى الشركات العالمية الكبرى. بيتراوح المقاس بتاع الشاشة ما بين 55 وحتى 86 بوصة. بعد ما شفنا تقنية الشاشة التفاعلية زي ما شرحت لحضراتكم، في تقنية أخرى بالتوازي مع الشاشة التفاعلية وهي جهاز تاكت. جهاز تاكت عن طريق الألم والجهاز الصغير اللي قدام حضراتكم بقدر إن أنا أحول أي سطح إن هو يكون تفاعلي زي التلفزيون أو الحائط.
امام حضراتكم. انا عندي حيطه عن طريق البروجيكتور انا عرضت البي سي او الكمبيوتر, عرضت حاجه البي سي بتاعي على الحيطه عن طريق البروجيكتور عن طريق جهاز تاكت. انا بقدر ان انا اعمل كل الابلكيشن او كل التطبيق اللي انا بقدر اشرحه على البي سي. انا حولت الحيطه قدام حضراتكم انها تكون تاتش سكرين زي ما وريت حضراتكم. انا بقدر ان انا احرك حاجه اي حاجه عن طريق القلم. كمان انا عندي ممكن لو انا عندي مثلا ماده علميه عايزه اشرحها على الباوربوينت بقدر ان انا زي ما وريت حضراتكم دلوقتي اقدر ان انا اكتب مثلا اكتب للطلبه اعمل اي اضافه على الشاشه زي ما احنا شايفين. اقدر ان انا كمان امسح, اقدر ان انا ارجع تاني اشغل اي ابلكيشن تاني زي ما انا وريت لحضراتكم. عندنا هنا مثلا اقدر ان انا اعمل عملية تدوير للحاجة اللي انا بشرحها. كمان اقدر ان انا اكتب او انفذ اي حاجة على جهاز تاكت. اذا في الاخر هو جهاز تاكت ما هو الا ان انا حولت الحيطة بتاعتي او اي سطح انه يكون انتر اكتف او تفاعلي بحيث ان انا اقدر اضيف عليه اي حاجة اكنها بالضبط شاشة تفاعلية لكن على الحيطة. وطبعا هو ارخص بكتير جدا من الشاشة التفاعلية لان زي ما قلت لحضراتكم هو ابتكار وتصميم وفكرة مصرية 100% تم تنفيذها في مصنع الكترونيات. طيب احنا شفنا القلم التاكت وشفنا السرير وشفنا الكرسي الكهرباء لذوي الإعاقة او القدرات الخاصة, ده بقى جهاز تحكم في الري ازاي؟ هي بدأت الفكرة بالتعاون مع وزارة الري واحنا خلنا المواصفات الفنية ايه المطلوب بالظبط. هو كان الهدف التعامل مع المزارع البسيط ان هو يجي له رسالة صباحا حالة التربة شكلها عامل ازاي. يعني حالة التربة النهاردة مشبعة يبقى انا مش محتاجة ان انا اروي, لو حالة التربة جافة يبقى انا محتاجة ان انا اخد اكشن ان انا اروي. ببعت له رسالة فيها المواصفات دي كلها وعنده تو مود اوف اوبريشن او نوعين من التشغيل. يا اما هو قادر ان هو هو اللي يشغل على طول اون اوف, او ان انا ممكن نتيجه قراءه الحساسات اللي انا ببقى زرعها في التربه اللي هو حساس درجه الحراره وحساس رطوبه تحددي كميه الميه بالظبط بحدد كميه الميه واللي على اساسها بشتغل مباشره على طول ان انا بروي له الارض وببعت له رساله ان انا في حاله ري دلوقتي او ان انا اوقف وابعت له ان خلاص. وده مهم قوي لترشيد استهلاك الميه. هي وزاره الري كانت عامله يعني دراسه عن الموضوع ده تقريبا بتسيد 50% من استهلاك المية. طيب ممتاز. ده بقى ده السمارت هوم او المنزل الذكي ده اللي ممكن حضرتك تتحكمي من خلال خارج المنزل انك ممكن تشغلي التكييف او تطفي, انك ممكن ان انت نظام الاناره او ساوند سيستم زي ما سيادتك تحبي من خارج زي كده بنشغل الحاجات دي كلها بجهاز تحكم او بريموت كنترول من خلال الموبايل ابلكيشن. موبايل ابلكيشن حضرتك بتختاري اللي انت عايزه تشغليه حاليا وبيتم التفاعل عن بعد. ممتاز. طيب ده السمارت هوم. هنا برضو في حاجه يا اما احنا كنا بنتبنى التكنولوجيات حديثه زي الاي او تي او اللي هو انترنت الاشياء وده اللي هو وضع في جهاز الري وفي السمارت هوم. عندنا كمان اللي هي بعض الافكار المتقدمه زي اي جهاز كاسيت كان عندي زمان انا مش هعرف استخدمه نتيجه التكنولوجيا الجديده ان انا بستخدم بلوتوث وبستخدم فلاشه عربيه زي الاي او اكس والحاجات. تمام. فاحنا عملنا الجهاز ده ولسه ما وصلش لمرحله المنتج. هو الجهاز ده الهدف منه ان هو يديني بقى التكنولوجيا الحديثه ان انا اقدر اشغل الجهاز عندي من خلال البلوتوث ومن خلال الفلاشه برضه. ممتاز. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لك يا فندم.